طريقة وائل شقيق ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها وتتوعد برفع قضية لإقحام اسم نجلها في الواقعة الأخيرة. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. لو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكومنت وشير. بعد شهور من الانباء المتداوله عن وجود قصه حب تجمع بين الفنانه ياسمين عبد العزيز والفنان احمد العوضي، حسم كلاهما الجدل المثار واعلن حبهما ونشر صوره تجمعها به على حساب كل منهما في انستغرام. جاء الاعلان بعد عتاب وجهه الفنان وائل عبد العزيز لشقيقته بسبب علاقتها بالعوضي، ليرد عليه الاخير بانه ما يقوله عيب. وأعلن أحمد العوضي حبه لياسمين من خلال صورة جمعتها به عبر انستجرام وكتب عليها أحبك يا ياسمين. وجاءت معظم التعليقات على الصورة في شكل مباركات واستفسارات حول بعض الزفاف. ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر انستجرام صورة تجمعها بالعوضي وعلقت عليها بحبك يا أحمد، وذلك ردا على اعترافه بحبه لها. ونشر وائل عبد العزيز رسالة عتاب شديدة اللهجة لشقيقته بسبب ما يتردد عن ارتباطهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب وائل عبد العزيز في حسابه على فيسبوك معاتبا شقيقته ياسمين: بصي ياسمين يا عبد العزيز يا اختي، انا معاكي وفي ظهرك من وانت صغيرة، شلت مشاكل كتير بسببك ووقفت جنبك بكل ما املك من قوة، ودافع عنكي في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي ونفسي علشان تبقي نجمة في مجالك. وانتقد وائل في البوست التقاط شقيقته صورا مع احد الاشخاص لم يسميه ويقصد العوضي على حساب سمعتها وسمعة العائلة، مشيرا الى انه ترك لها حرية اختياراتها الا انه لن يسمح لها بهذا، يقصد طريقة ارتباطها. وتابع: من امتى واحنا بنعمل اعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا؟ من امتى الناس بتجيب في سيرتنا ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا ومع ذلك حياتك وانت حرة فيها؟ انا هتكلم على الشق اللي يخصني، احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي ايه ورايحة على فين. اما بالنسبة للاخ اللي ماشي وراك في كل حتة وشايفك البيضة الذهب اللي هتفقس كل يوم، احب اقول لك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه وتقعد مع رجالة البيت، دول اصول وده الاحترام. وانتقد العوضي وائل عبد العزيز معتبرا في فيسبوك ان ذلك من الكبائر، لكن كل منهما حذف تعليقه بشأن الازمة. ووجه وائل عبد العزيز رسالة الى احمد العوضي وكتب وائل في حسابه على فيسبوك: ياسمين سألتني بعد الطلاق انها ممكن تحب وتتجوز، وانا اول واحد قلت لها طبعا حبيبتي من حقك وهبقى اول واحد يفرح لك، بس مش انت لاني اعرفك من سنين وعارف نواياك والايام هتثبت صحة كلامي. واضاف: نصيحة مني ليك، لما تدخل على ست ما تختارش وقت ضعفها وخروجها من طلاق ومشاكل، كنت بقيت صديق ينصح ويحافظ ويخاف لحد ما تبقى قوية تاني، مش يتصور صور زي دي. يذكر ان ياسمين عبد العزيز نشرت في عيد ميلادها الماضي صور عيد ميلادها وكان بصحبتها احمد العوضي، وبدأت تتردد شائعات عن ارتباطهما منذ ذلك الحين، الا انه لم يصدر تأكيد من اي منهما بشأن الارتباط. وأثيرت أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية بعد مهاجمة الفنان وائل عبد العزيز شقيقة الفنانة ياسمين عبد العزيز بسبب علاقتها العاطفية بالفنان أحمد العوضي، مما نتج عنه خروج طليقة وائل عن صمتها وتوعدها برفع قضية لإقحام اسم نجلها في هذه الواقعة. نشرت طليقة وائل عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك قائلة: أنا طليقة وائل عبد العزيز أخو ياسمين عبد العزيز. أولا وائل مش بيصرف على ابنه من يوم ما اتولد، وأنا انفصلت منه ابني عنده 5 شهور ولحد دلوقتي ولا بيصرف عليه ولا حد من أهله بيصرف على ابني غيري. طبعا
مؤخرا بس من 3 سنين ياسمين قالت لي أنا متكفلة بمصاريف الدراسة، دفع السنتين ومش المصاريف كاملة كمان، وبعد كده قالت لي أنا ظروفي ما تسمحش أدفع مصاريف تاني. قلت لها أنتي اللي عرضتي تدفعي، قالت لي ورجعت في كلامي في مشكلة. اختتمت والدة ابن وائل عبد العزيز: ده الموضوع باختصار، وياريت محدش يجيب سيرة ابني لو سمحتوا، وحقي وحق ابني هاخده بالقانون. كان احمد العوضي قد رد على شقيق ياسمين كاتبا: انهي بيت اللي ادخله من بابه ان كانت هي اللي بتصرف عليك وعلى ابنك اللي مخبيه ورميه وهي بتدفع له المصاريف بتاعت مدرسته؟ وجاء ذلك ردا على ما وجهه الفنان وائل عبد العزيز من انتقادات قاسية لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بسبب ما تردد من شائعات حول ارتباطها بالفنان احمد العوضي، كاتبا: هنهرتل وتروحي تعرفي واحد اصغر منك ب10 سنين لمن سنك وتتصوري صور ملهاش اي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا. لا ومحدش هيسمح. من امتى واحنا بنعمل اعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا؟ من امتى الناس بتجيب في سيرتنا ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا وتابع ومع ذلك حياتك وانت حرة فيها؟ انا هتكلم على الشق اللي يخصني. انت مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي على مزاجك. احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي ايه ورايحة على فين. لكن الامر اتخذ منحنى جديد بعيدا عن الاتهامات المتبادلة بين الثلاثي ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي من جانب، وشقيق ياسمين الفنان وائل عبد العزيز من الجانب الاخر. فبعد ما قاله العوضي بان ياسمين هي من تنفق على ادم لاجل شقيقها لان والده لا ينفق عليه، حيث علمنا ان طريقة شقيق وائل عبد العزيز تتجه الى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل ما اقحم اسم نجلها في الازمة الاخيرة التي نشبت بين الثلاثي. وقال مصدر مقرب من اسرة طليقة وائل عبد العزيز ان ياسمين لم ترى نجل شقيقها الا مرتين على مدار 11 عام ولا تنفق عليه ولم تتكفل سوى بمصاريف مدرسته لمدة 2 فقط ولا يعلم الطفل عنها شيئا، فضلا عن كون زوجة وائل ووالدة ابنه آدم لم تستمر أصلا سوى عدة أشهر، لم تحصل الزوجة منه بعد الانفصال على نفقة أو أي شيء، بل تقيم أصلا في مدينة أخرى خارج القاهرة. وكان أحمد العوضي قد رد على شقيق ياسمين كاتبا: أنهي بيت اللي أدخله من بابه إن كانت هي اللي بتصرف عليك وعلى ابنك اللي مخبيه ورميه وهي بتدفع له مصاريف مدرسته؟ اختتم وائل حديثه بقوله: انا من رأيي كفاية عليك البطولة اللي اخدتها والعربية المرسيدس الهدية، وتركز في شغلك وسيبنا في حالنا، لان طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده، وانا ما بخافش من تهديد حد. وكان اول رد فعل للممثلة ياسمين عبد العزيز على منشور شقيقها وائل عبد العزيز حول علاقتها بالممثل احمد العوضي، اعترفت الفنانة الشهيرة بحبها له، ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها بتطبيق انستجرام صورة لها بصحبة احمد العوضي وعلقت عليها كاتبة: بحبك يا احمد. ياسمين عبد العزيز اكملت عامها 40 منذ ايام، فهي من مواليد 16 يناير 1980، بينما احمد العوضي اكمل عامه 32 منذ شهر تقريبا، فهو من مواليد 12 ديسمبر 1987، فالفرق بينهما يصل لثمانية اعوام تقريبا. يذكر انه انتشرت صور ياسمين عبد العزيز مع احمد العوضي، وخاصة ان الصور كانت كثيرة وتجمعهم بمفردهم مما زاد من انتشار الشائعات. يذكر ان العوضي وياسمين عبد العزيز شارك سويا في بطولة مسلسل لآخر نفس خلال شهر رمضان 2019، وشاركهما البطولة فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني وتأليف عبد الله حسن إخراج حسام علي. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل يا أحسن جمهور في الدنيا، ما تنسوش
تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.